السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن نلتقيكم في حلقة رياضية جديدة من برنامج صدى الرياضة. اليوم ومن خلال فقرات البرنامج سنواصل متابعتنا حول الفعاليات الرياضية التي لم تأخذ حقها من الإعلام، إسوة بلعبة كرة القدم الأكثر شعبية محليا وخارجيا. وكما سلطنا الضوء في الحلقتين السابقتين على لعبتي كرة السلة والطائرة، ندعوكم اليوم لمتابعة كرة اليد لنقف عند أحداثها الممتعة والتي تتجلى بمسابقة الدوري الممتاز. هذه المسابقة التي اختتمت منافساتها قبيل أيام ليقول فيها نادي الجيش كلمة الفصل في خطف اللقب بكل جدارة واستحقاق. صدى الرياضة بدأ، أهلا بكم معنا. نجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام لنخوض معكم في أحداث لعبة كرة اليد العراقية والدوري الممتاز الذي اختتم منافساته بتتويج نادي الجيش باللقب بعد فوزه على نادي الشرطة بنتيجة 28-24 هدفا. هذا التتويج جاء في المباراة النهائية للتجمع الذي ضيفته مؤخرا محافظة السليمانية، وقد تمكن بطل الدوري من حصد 30 نقطة بعد تحقيقه العلامة الكاملة إثر فوزه بجميع مباريات البطولة، ليأتي الشرطة وصيفا بعدما جمع 24 نقطة على خلفية خسارته أمام الجيش ذهابا وإيابا. كما أحرز نادي كربلاء المركز الثالث بالبطولة بعدما أنهى مبارياته بإثنتي عشرة نقطة بفوزه على نادي الفتوة الموصلي، بينما حل فريق القاسم رابعا برصيد 12 نقطة أيضا متخلفا عن كربلاء بفارق الأهداف، ليأتي الفتوة الموصلي بالمركز الخامس بست نقاط، وهو نفس الرصيد الذي حققه فريق السليمانية متذيل الترتيب. الحمد لله سبحانه وتعالى على توفيقه لعملنا وحصول نادينا نادي الجيش الرياضي على لقب الدوري العراقي الممتاز لكرة اليد للموسم 2020-2021. بالحقيقة هذا الإنجاز لم يأتي من فراغ أو صدفة، إنما كانت هناك أسباب عديدة وجهود مبذولة من قبل أولا الهيئة الإدارية لنادينا واهتمامها بهذا الفريق وتوفير كل سبل النجاح ودعم الفريق بكل ما هو متاح للظهور بمستوى أو بصورة مشرفة تليق باسم نادي الجيش الرياضي. بصراحة أيضا العمل الجماعي للكادر الفني والإداري اللي تم اختياره والعمل معي وأشكرهم أني كان عمل جماعي وتحمل المسؤولية من قبل الجميع، والأهم من كل هذا أنه اللاعبين الأبطال اللي تم اختيارهم وكانوا على قدر عالي من المسؤولية والانضباط العالي الفني والأخلاق داخل وخارج الملعب، وأيضا كان إصرارهم العالي على المنافسة للحصول على درع الدوري. متواصلون مع محورنا حول منافسات الدوري الممتاز بكرة اليد التي أفصحنا عن أحداثها وأبطالها وتابعنا الجزء الأول من انطباعات مدرب الجيش القدير صلاح راجي وقيادته الفذة في تحقيق إنجازه التدريبي الأول له خلال مشواره التدريبي ليعود نادي الجيش إلى القمة بعد فراق مع التتويج دام زهاء السبعة مواسم عن آخر ألقابه في موسم 2012-2013 تحت قيادة المدرب حيدر غازي، ليكون الجيش الأكثر حظوظا بخطف اللقب بعد أن تمكن من تحقيقه 12 مرة ابتداء منذ الموسم 81-82 واختتمها هذا الموسم 2021، وتناوب على تحقيقه معه المدربين غازي جوهر خمس مرات وظافر صاحب مرة واحدة
ورعد خنجر 3 مرات وحيدر غازي 2 مرات وأخيرا المدرب صلاح راجي كما أسلفنا قبل قليل. فيما يأتي نادي الكرخ بالمركز الثاني بعدد مرات التتويج بعد أن تمكن من إحراز اللقب وعدد هذه الألقاب 11 مرة بعد انفصاله عن نادي الرشيد الذي أحرز اللقب 6 مرات، بينما أحرز الطلبة اللقب 5 مرات وبنفس العدد لنادي الشرطة، وكان آخرها الموسم الماضي مع المدرب ظافر صاحب فيما ظفر نفط الجنوب باللقب 2 في حين أحرز اللقب 1 كل من السليمانية والبحري وديالة. الحمد لله والشكر خلصنا المرحلة الأولى بجميع المباريات، 9 مباريات لعبنا بدون خسارة وقدرنا نحصد جميع نقاط المباريات وصدرنا الدوري بالمرحلة الأولى. المرحلة الثانية كانت مرحلة أصعب. الاتحاد العراقي المركزي لكرة اليد سمح لكل الأندية بإضافة لاعبين من الفرق الغير متأهلة، وجميع الفرق ضافت لاعبين إلا نادي الجيش، وبعض الفرق أيضا جلبت محترف، يعني ضمت لاعبين لاعب محترف الفريق حتى تدعم الفريق وتقوي الفريق. احنا نادينا او فريقنا الوحيد اللي ما ضفنا اي لاعب صراحه، يعني اتفاق الكادر التدريبي انه الاعتماد على هاي التشكيله، لانه شفنا هاي التشكيله جيده وعازمه على المنافسه على درع الدوري، وقدرنا من المرحله الاولى نعالج الاخطاء اللي صارت بالمرحله الاولى وترجمناها بالمرحله الثانيه، وايضا بفضل الله سبحانه وتعالى خلصنا المرحلة الثانية بدون خسارة، وبالتالي خلصنا الدوري كله احنا جميع مباريات الدوري بدون خسارة وقدرنا نحصل على لقب الدوري. اذا نتابع واياكم انطباعات الزملاء واهل اللعبة عن المنافسات، ولنا وقفة ايضا مع الكابتن خالد عدنان نجم المنتخب العراقي سابقا ورأي مهم بخصوص تتويج الجيش باللقب ودوري كرة اليد بشكل عام. نتابع ولنا عودة. تحياتي للأخ العزيز أستاذ بلال بداع. فيما يخص الدوري العراقي لكرة اليد، أكيد يعني أبارك نادي الجيش، هيئة إدارية، كادر تدريبي، لاعبين، حصول على لقب، انتزاع لقب الدوري من نادي الشرطة اللي احتفظ بالدوري 5 مواسم. بالحقيقة هذا الموسم كان مميز، النادي الجيش ما فقد أي نقطة وكان بمستوى تقريبا مستقر الدوري كليته. أكيد يعني أكو عناصر فنية مهمة أكدت أفضلية نادي الجيش بحصوله على لقب الدوري، يعني وجود لاعبين يعني على مستوى عالي من المنتخب الوطني، وجود اللاعب البديل. أعتقد نادي الجيش لعبنا وياك مباراة كونه منتخب شباب كان يركز دائما على اللاعب البديل، فأصبح فريق بأكمله مو مجموعة لاعبين عكس نادي الشرطة اللي يعني نقول له هارد لك، وكان بطل المواسم السابقة يعتمد على مجموعة من اللاعبين، مرة بظروف صعبة إصابت بعض اللاعبين، إجهاد أصبح عليهم. من ناحية الدوري أعتقد كان مميز خاصة بالتجمع الأخير، يعني المنافسة كانت لحد آخر يوم حتى على المركز الثالث اللي حصل عليه نادي كربلاء. أقام الاتحاد العراقي لكرة اليد وبالتعاون مع نادي السليمانية منافسات المرحلة النهائية للدوري العراقي للموسم 2021، وبمشاركة 6 فرق هي الشرطة والجيش وكربلاء والفتوة والسليمانية والقاسم، حيث احتدم التنافس على المركز الأول والثاني بين فريقي الجيش والشرطة، حيث لم يحسم إلا في اليوم الأخير بفوز فريق الجيش على فريق الشرطة ب 28 هدف مقابل 24، بينما تنافست باقي الفرق على احتلال المركز الثالث، أيضا لم يحسم إلا في اليوم الأخير بحصول فريق كربلاء على المركز الثالث. وبدورنا نقدم التهنئة للاتحاد العراقي على حسن التنظيم والمنافسات، ونشكر إدارة نادي السليمانية على حسن الضيافة والاستقبال. وللحديث بقية ولكن بعد فاصل قصير، خليكم ويانا. جاسم بكار،
جالسين جالسين. إذن وأخيرا تمكن نادي الجيش من فك عقدة الشرطة الذي أحكم قبضته على اللقب لخمسة مواسم متتالية بحكم تواجد مجموعة كبيرة من لاعبي المنتخب الوطني فضلا عن المحترفين، إضافة إلى المدرب مدرب الفريق الكف ظافر صاحب الذي يعني بالتأكيد فرض اسمه بقوة في تاريخ كرة اليد العراقية. وبهذا أصبح فريق الجيش هو الفريق الذي تمكن من إحراز اللقب من دون أن يتعرض إلى أي هزيمة، محققا العلامة الكاملة في التجمع الأخير الذي احتضنته محافظة السليمانية. تفاصيل أكثر في سياق التقرير التالي، نتابع. بطل جديد يكتب اسمه في لائحة الشرف للدوري الممتاز بكرة اليد بعد أن اعتلى منصات التتويج سابقاً ولإحدى عشرة مرة، لكنه فارقها بغتة إثر تدني نتائجه بعد أن مرت عليه سنوات عجاف لتتلاعب به عاديات الزمن وتضعه خارج الحسابات لسبع مواسم، لكنه لم يقف مكتوف الأيدي حتى تمكن من لملمة أوراقه المبعثرة ليقتص من حامل اللقب لخمس مواسم متتالية فريق الشرطة ويخطف اللقب منه بكل اقتدار. نادي الجيش هو عريس ليلة الهاندبول وبجدارة بعد أن حقق الانتصار تلو الآخر في جميع مباريات البطولة ليعلن نفسه بطلا من ذهب، جامعا 30 نقطة من 10 حالات فوز متتالية ليضرب بيد من حديد ويفتك بكل منافسيه، عندما استطاع مدربه صلاح راجي أن يفك طلاسم الشرطة المنافس الذي حافظ على اللقب لخمس مواسم متتالية، خصوصا أنه يضم 9 لاعبين ينضمون تحت لواء المنتخب الوطني يقودهم المدرب القدير ظافر صاحب، وهو حقا صاحب الإنجاز الأعلى بتحقيقه اللقب 15 مرة. دوري ساخن استمد سخونته من قوة المنافسة على اللقب بين 6 أندية تأهلت من 10 أندية كانت تتنافس للوهلة الأولى، ليكون للتنظيم العالي دور بالغ الأهمية في الوصول بكرة اليد العراقية إلى بر الأمان، وهذا تحقق بحكم وجود رجال نذروا أنفسهم ليحافظوا على اللعبة ويسهموا إسهاما مباشرا في رفع شأنها وإعلاء اسمها أسوة بدوريات المنطقة، والذي تحقق بحكم ما أفرزته المرحلة من لاعبين ومدربين وإداريين قادرين على تنظيمها وقيادتها لما تصبو إليه رياضة العراق. 24-28. مشاهدينا، للحديث أكثر عن بطولة الدوري العراقي بكرة اليد ينضم معنا عبر السكايب من محافظة كربلاء المقدسة السيد محمد هاشم العرجي رئيس الاتحاد العراقي المركزي لكرة اليد، فأهلا وسهلا بك وسعداء بانضمامك في صدى الرياضة. أهلا وسهلا بكم بصدى الرياضة، ونشرف بوجودكم معنا. أهلا بك كابتن. بدءا يعني خلينا نسمع من حضرتك، لأنك يعني للأمانة تحملت مسؤولية الاتحاد لفترة وجيزة وتمكنت يعني من مواكبة العمل وقيادة دفة الاتحاد إلى بر الأمان بعد يعني هذا الكلام، بعد اختتام منافسات الدوري الناجح الذي يعد الإنجاز الأهم لكل اتحاد. كابتن، كيف سارت الأمور؟ هل هي طبيعية أم واجهتم منغصات في قيادة الاتحاد؟ نعم، تعرف أنت يعني منذ أن استلمت منصب الاتحاد الوطني العراقي لكرة اليد كانت هناك تبعة ثقيلة جدا من حيث الأمور الإدارية والمالية والفنية، لكن الحمد لله والشكر بقدر يعني بزمن فترة قصيرة جدا استطعنا أن نوفر يعني شيء بسيط في بداية مشوارنا للعمل الإداري، وحققنا نجاح باهر في ختام الدوري العراقي اللي يقيم أخيرا في محافظة السليمانية، وقبلها كانت عندنا مشاركة دولية في طهران لمنتخب شباب العراق اللي حصل على الوسام الفضي بعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من التتويج باللقب رغم الظروف وقلة المال اللي عاقنا، استطعنا أن نصل ببر الأمان بهذا المنتخب، وشهادة الجميع كانت
إنجاز لكرة اليد العراقية في الوقت الحاضر بفترة وجيزة. طيب. سيد الأعرجي، كما تعلم خلينا بالمنافسات، جرت المنافسات المرحلة الأولى في مدينة السليمانية أعتقد، ثم أكملت المباريات في بغداد، فما لبثت المسابقة لتعود وتنتقل إلى السليمانية مرة أخرى، يعني يا ترى ما هي الأسباب الحقيقية في ذلك؟ طبعا تعرف التجمع الأول كان في السليمانية والتجمع الثاني قمناه في بغداد، التجمع الثالث كان من المقرر أن يقام في محافظة كربلاء، لكن الظروف اللي مرت علينا وامتناع السيد محافظ كربلاء بفتح القاعات الرياضية في محافظة كربلاء، اعتذروا الإخوان في إدارة النادي باستضافة التجمع، فارتدينا أن ننقل إلى محافظة بغداد. كذلك عانينا من غلق الصالات بسبب الحظر اللي تعرف، فاضطرينا إلى النقل إلى محافظة السليمانية لأن كانت هناك أخذنا حريتنا. وبنفس الوقت من هذا منبركم نشكر محافظة السليمانية جميعا وخاصة النادي السليماني والمسؤولين على تعاونهم الغير محدود معنا وإنجاح الكرنفال النهائي اللي كان يعني بحق نهائي تليق بسمعة كرة اليد العراقية. طيب سؤالي هنا يخص الجانب الإداري، بعدما أسلفت يعني حضرتك قبل قليل عن طبيعة العمل والآلية والمنهجية المتبعة يعني لقيادة دفة الاتحاد، هل توقف نجاح هذا العمل وتنظيم البطولة على أشخاص محددين، أم أن هذا الإنجاز يعني يحسب للمنظومة الإدارية بكامل نصابها؟ طبعا احنا بكامل نصابها، وإضافة الى الاخوان في نادي السليمانية تعاونوا معنا تعاون كلش ممتاز، ويعتبر هذا نجاح للكل بتكاتف الجميع، واخلقنا دوري يعني كان في نهائي اعتقد شفتوه النهائي يعني كان مميز، منذ اكثر من 10 سنوات لم يحدث مثل هكذا نهائي في الدوري العراقي الممتاز بحضور مسؤولين وشخصيات رياضية ورواد بكرة اليد ووزراء سابقين ووزراء حاليين أحضروا هذا التجمع وإنجاحه منذ البطولة، وكان تنافس شديد بين الفرق الستة المؤهلة إلى النهائيات، لآخر لحظة لم تحسم المراتب الأول والثاني والثالث والرابع والخامس لآخر يوم، وكان التنافس شريف ومستمر، وهذا مما أعطى حلاوة للدوري وحب الجمهور وتجمع الجمهور من غرض المنافسات القوية بين جميع المباريات. احنا نضم صوتنا صوتك، وطبعا نحيي ونشكر السليمانية القائمين على الجانب الرياضي على هذه على ما قدموه من مساعدة وعون في نجاح هذه البطولة. طبعا شكرنا أيضا لحضرتك وللجميع. سيد الأعرجي أتمنى تبقى معنا، سنتابع ونقف مع انطباعات أهل الشأن حول منافسات الدوري، نتابع ولنا عودة لحضرتك وخليك ويانا. واجهنا صعوبات كثيرة في بداية الموسم 2020-2021، قدرنا الحمد لله والشكر نتخطاها، قيادة المدرب الكابتن صلاح راجي والكابتن أحمد مزيد والكابتن ياسر جاسم، الحمد لله والشكر. طبعا بما أنه أحكي لك ضمن اختصاصي مدرب حراس مرمى، عندي 3 حراس مرمى، أحمد مكي وحسين عبد الهادي وعلي أحمد حارس منتخب شباب، قدرنا أنه نعمل 4 كمنظومة لحماية مرمانا، والحمد لله وشكر تفوقنا بالبطولة. تعرف أنت كرة اليد حارس مرمى كرة اليد تقريبا 70-60% من اللعبة، قدرنا نحصد جائزة أحسن حارس مرمى بالبطولة، قدرنا نكون خير عون لإخواننا اللاعبين. أحب أن أوجه شكر إلى الاتحاد المركزي لكرة اليد اللي قدر يكمل البطولة بهاي الظروف الصعبة جائحة كورونا، وأحب أن أوجه شكري وامتناني إلى قناة الرافدين برنامج صدى الرياضة الأستاذ بلال بداع لاهتمامه بلعبتنا. حقيقة إحنا لعبتنا لعبة رائعة، لعبة ممتعة، ولكن ينقصها الاهتمام الإعلامي. الحمد لله أحرزنا الدوري لسنة 2020-2021 بعد انصام عن النادي بما يقارب 9 سنوات. أبارك لإدارة نادي الجيش وكادر التدريب وأخوتي اللاعبين الذين كانوا خير مسؤولية في هذا الموسم. هذا الموسم من أصعب المواسم بسبب جائحة كورونا، بسبب التوقفات اللي صارت، لكن أشكر الاتحاد العراقي لكرة اليد الذي أحرص على تكملة هذا الدوري، وهناك طاقات شبابية كانت في هذا الموسم
طاقات عنيدة جيدة جدا، هناك فرق شبابية جيدة. في النهاية أشكركم وأشكر قناتكم الموقرة. أهلا بك مرة أخرى وأنت في قلب الحدث، وتعلم يعني أن الدوري العراقي أفرز العديد من المواهب خصوصا يعني في أندية المقدمة، طبعا الجيش والشرطة يعني كما تعلم، كيف ترى مستقبل اللعبة خصوصا في المحافل الدولية؟ والله يعني من خلال هذا التجمع نبشر الكرة العراقية بوجود نخبة من الطاقات الشابة الواحدة اللي لها مستقبل زاهر إن شاء الله في كرة اليد العراقية، لما يمتلكون من أعمار مناسبة وشباب، وكان حضور مدربي المنتخبات الوطنية في التجمع الكابتن قتيبة أحمد وخالد عدنان وكل الكبات الموجودين هناك، ارتاحوا على هذه النخبة الجيدة الموجودة فيه من خلال الست فرق الموجودة، مو فقط فريق الشرطة والجيش، كان فريق كربلاء أيضا، القاسم، الفتوة، السليمانية، لديهم لاعبين شباب ذو طاقات جيدة، وإن شاء الله بعد صقلها والاستعداد لها سيكون لها شأن في كرة اليد العراقية، ونحن مقبلين على مشاركة آسيوية إن شاء الله لمنتخبي الشباب والناشئين. كابتن، هنالك فارق شاسع بالنقاط ما بين البطل الجيش طبعا والوصيف الشرطة، يعني بين بقية الفرق، كيف تنظر لهذه الجزئية؟ طبعا تعرف يعني هو كانت المنافسة محصورة بين نادي الجيش ونادي الشرطة في بداية الأمر، بعد أن حقق فريق الشرطة كافة مباراته ما عدا خسر مع مباراة الجيش مع نادي الجيش، فكان الفارق بالتجمعين يحسب التجمعين الأول والثاني فارق 6 نقاط لأن غلبهم في الذهاب والإياب. أما بقية الفرق فكانت حسب النتائج، يعني حسب اللي التسلسل مالتهم. طيب هذا يعني ياخذنا الى فارق المستوى ايضا ولا لا؟ ظروف المباريات طبعا هو اكو مستوى، يعني اكو فرق شاسع بين نادي الجيش ونادي الشرطه اضافه الى بقيه الانديه، لكن رغم هذا يعني كان تنافس حلو شديد، يعني تنافسوا على المركز الثالث اكثر من 3 فرق، سليمانية، الفتوة، والقاسم، وكربلاء، وكلهم كانوا يحملون 12 نقطة ما حسمت إلا في المباراة النهائية وفي الثواني الأخيرة. ممتاز. سنتحول فيما تبقى لنا يعني من وقت، سنتحول إلى المنتخب يعني نستفسر عن أخبار منتخب الوطن. ماذا سجل السيد الأعرجي في أجندته من ملاحظات مهمة من خلال مباريات الدوري الممتاز؟ هل ثمة لاعبين جدد يعني وضعتهم كاتحاد وكأجهزة فنية بالحسبان؟ نعم كابتن، من خلال مشاركتنا بطولة يزد الدولية اللي قمت في طهران أفرزنا لاعبين جيدين من منتخب الشباب، سوف نرحلهم إلى منتخب الأول مع لاعبين جيدين من المنتخب الأول، ونشكل منتخب وطني إن شاء الله يليق بالبلد، وعنده استحقاقات بطولة التضامن الإسلامية راح تكون شهر 7. نعم. من خلال يعني هاي بطولة أولمبية، وإن شاء الله سنثبت كافة الأمور الفنية والإدارية من خدمة هذا المنتخب، ونسعى به إلى بر الأمان لكي تعود كرة اليد إلى سابقها الأول. زين، طيب خلي شوي نحكي بصراحة أستاذ محمد، كيف ترى اللعبة في الوقت الحاضر؟ هل هي في تطور يعني، أم أنها يعني تتراوح بمكانها؟ يعني ما هي خطوات سبل النجاح اللي راح يخطيها الاتحاد لبلوغ هذه اللعبة إلى المعالي؟ تعرف إحنا صارنا فترة مثل ما قلت وتفضلت أن نراوح في مكاننا لعدة أسباب، منها بسبب أول شيء الملاعب في كافة العراق ما عندنا صالة تليق بسمعة البلد دولية أو صالة رسمية، هاي واحدة. ثانيا تعرف الظروف اللي يمر بها البلد. ثالثا قلة الدعم المادي، لكن إن شاء الله بالمستقبل. هسه حاليا أكو قاعة يعني لكن يوم وعدنا بها وزير الشباب والرياضة قال إن شاء الله تكمل خلال أقل من سنة، فإن شاء الله إذا كانت عندنا صالة
تليق بينا وباسم منتخبنا ونقدر ننظم بطولات فيها، وتوفير المال وتوفير الجهود وكاتب الجميع إن شاء الله سنرتقي باللعبة إلى بر الأمان، وإن شاء الله سيكون لبلدنا له حسابات كما كان في السابق إن شاء الله بتكاتب الجميع. أمنياتي لك شخصيا سيد العرجي بالتوفيق والنجاح في يعني مهمة قيادة اتحاد كرة اليد، هل لك كلمة أخيرة؟ أنا من خلال منبركم أشكر جميع الأخوة من حضراتكم وجميع محبي كرة اليد، وأرجو منهم التكاتف والعمل بيد واحدة، وننسى الخلافات ونبدأ صفحة جديدة ونتكاتف من المسؤولين إلى الرياضيين إلى الرواد إلى لاعبي المنتخب الوطني إلى الحكام إلى الإعلام لتكاتف الجهود لكي نرتفع بلعبتنا العزيزة اللي أنا أعتبرها لعبة شعبية بعد لعبة كرة القدم في عراقنا الحبيب، والدليل يعني احنا في السليمانية وقاعة صالة تقريبا بها تاخذ 2000 متفرج كانت مملوءة بالجمهور الغفير من جميع محافظات العراق اللي تحقوا بنا بهاي الظروف الصعبة إلى محافظة السليمانية من أجل مشاهدة وروعة هذا الكرنفال النهائي اللي صار في محافظة السليمانية، وتعرف قاعدتنا في ديالة، جمهورنا في ديالة، في كربلاء، في البصرة، في جميع محافظات العراق العزيز، بلدنا العزيز لها جمهور غفير وتحب اللعبة، وإن شاء الله من خلالهم ومن خلال جميع المسؤولين أن نرتقي باللعبة إلى بر الأمان بتكاتف الجميع. وأشكركم على هذه لإتاحة الفرصة لي للتحدث عن هكذا برنامج جميل جدا من أجل أن نوصل الفكرة إلى محبينا ولا إعلامينا ولا مسؤولينا عن مأساة كرة اليد العراقية. احنا حاضرين وبارك الله بيك وبجميع من ساهم في إنجاز الدوري وهذا الإنجاز الكبير. شكرا للسيد محمد هاشم العرجي رئيس الاتحاد العراقي المركزي لكرة اليد الذي كان معنا عبر السكايب من محافظة كربلاء المقدسة، فشكرا جزيلا له. إذن هكذا انتهت جولة كبيرة من جولات رياضة العراق التي تجسدت بلعبة يعني ربما عاندها الحظ لتكون بعيدة عن الأضواء نوعا ما، لكن يعني للأمانة لهذه اللعبة العديد من المهتمين ووقع بحبها الكثير من المتابعين، يعني كونها لا تختلف عن كرة القدم والسلة والطائرة لأنها أفرزت لنا أسماء مميزة على مر العصور، وبطبيعتها فيها حماسا وندية وإثارة وفائزا وخاسرا بنهاية المطاف، وهذه هي يعني حلاوة اللعبة والمنافسة الشريفة فيها. نأمل أن تكون رحلتنا مشاهدينا الكرام يعني كانت موفقة مع كرة اليد العراقية لنساهم مع الآخرين في رفع شأنها وإعلاء اسمها أسوة بدوريات المنطقة. على الموعد المقبل نلقاكم بإذن الله، هذه تحياتي بلال بدع، مع السلامة.